ومن صور التشبه بالكفار هو ما يسمى بالعفن الفني، فقد ابتليت هذه الأمة بهذا العفن الفني وأصبح ما يسمى بالفن. تعال شيل الصينية يا وهذا العفن الفني ليس هذا الاسم من عندي، وإنما هم أنفسهم يسمونه. الفنانون هم يطلقون هذا الاسم على هذا النوع من الفن، يسمونه العفن الفني. ونستثني من الفن كل فن جيد يعمل بحدود الشرع الإسلامي ويخدم الأخلاق والدين والأمة. حديثنا اليوم عن تصدير العفن الفني. والفن أنت معه أكثر من وجودك مع أي شيء آخر، سواء شعرت بهذا أو لم تشعر. فأنت مثلا عندما تكون في البيت يستقبلك التلفاز والإذاعة والفيديو وجهاز التسجيل الريكوردر والإسطوانات وغيرها من الأجهزة التي سخرها الفن، والصحف وملاحق الصحف والمجلات والصور والإعلانات، كلها هذه يدخلها الفن. وإن ركبت السيارة فمعظم الإذاعات في الراديو الفن يغطي معظم مساحتها، تستطيع أن تقول بأن 80 أو 85% من مساحات الإذاعات يغطيها الفن. وإن ذهبت إلى العمل والوظيفة وجدت الفن أيضا معك هناك، الجرائد والمجلات والصور والملاحق وأخبار الفنانين والفنانات والممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات، الأحياء منهم والأموات، تصلك إلى أي مكان تكون. في ليل أو في نهار أينما تذهب فالفن أصبح الآن كالنفس يتنفسه الناس. من الصغير الذي عمره سنة ونصف إلى الشيخ الكبير لا يمر على أحد في العالم اليوم لحظة أو ساعة إلا ويلتقي بهذا الفن بأي صورة من صوره. إذن أصبح من الضرورة أيها الأحباب أن نشخص هذا الفن وأن نفرز العفن، لأنه يمس حياتنا ويهدم أخلاقنا ويغتال ديننا ويطمس توحيدنا ويمزق شملنا ويدمر قيمنا ويفكك صفوفنا ويغرس في أذهاننا مفاهيم وموازين ليست من ديننا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا. وكم من أسرة شريفة عفيفة نظيفة العفن الفني نخرها من الداخل فتلوثت به ففقدت سمعتها ودينها وخلقها وأصبحت في انحطاط. نلتقي معكم ومع مجلة اليمامة العدد 962 التاريخ 8/7/87 الصفحة بعنوان الفن صورة سمير
الممثل المصري سمير غانم، ممثل كوميدي من رؤوس العفن الفني. والصورة الثانية في الداخل لممثل أيضا آخر، سعيد صالح، هو يقول عن نفسه أنه من أكبر رؤوس العفن الفني وصاحب المسرحية المشهورة التي دمرت أخلاق التلاميذ والتلميذات، مدرسة المشاغبين، والتي فقد المدرس فيها هيبته وتجرأ الطالب على مدرسته وأصبح يحتال ويتفنن، فصار الكذب شطارة والغش ذكاء والسخرية فطنة، وانقلبت القيم والموازين وصارت الرذيلة فضيلة في مدرسة المشاغبين. عنوان هذه المقابلة: أوقفوا تصدير العفن الفني. اليمامة أجرت هذا الحوار مع هذين الفنانين على انفصال، كل واحد منهم قابله المحرر على انفراد، لنستمع ماذا يقول الفنان سعيد صالح. السؤال: ما هو العفن الفني؟ الجواب، جواب سعيد صالح: هذا سؤال كبير، والإجابة عليه تعني دراسة الظروف الموضوعية التي يعيشها الوسط الفني. الظروف الموضوعية التي يعيشها الوسط الفني، وبالذات صناعة الإنتاج الفني في العالم العربي. يقول سعيد صالح: حيث تسيطر على هذه الصناعة، أي صناعة الفن والإنتاج، مجموعة من التجار البعيدين كل البعد عن حرفيات وأخلاقيات هذه المهنة، والذين دفعوا إلى الساحة بكم هائل من الأعمال الفنية تحت ما يندرج بالمسرح الكوميدي، الذي تحول إلى سلعة فنية شوهت كل جماليات الحرفة الفنية، إضافة لطاقة كبيرة من الأعمال السينمائية تحت بند ما يسمى بسينما الفيديو، التي تصنع للاستهلاك الجماهيري والتي يتم توزيعها من خلال محلات الفيديو التي انتشرت في أنحاء العالم العربي، والتي تجاوز عددها المكتبات والمطاعم. فمحلات الفيديو أكثر من المكتبات اللي يستفيد منها الإنسان فكريا، والمطاعم التي يستفيد منها الإنسان جسديا. ثم ماذا يقول سعيد صالح؟ لو سمعتم هذا الكلام من فتوى شيخ لقلتم إنه يتحامل عليهم، لكن من فمك ندينك، هذه فتاوى فنية لأصحاب الفن. يقول سعيد صالح: أعترف بأنني قدمت على مدى مسيرتي الفنية أكثر من 300 فيلم تافه، وأعمالي الجادة الجيدة 2 أو 3 فقط. أكثر من 300 فيلم تافه، والعمل الجيد بميزانه هو، ليس بميزان الشرع، لعل بميزان الشرع لا يوجد عمل جيد له، لكن بميزانه هو يقول عمل 1 أو 2 أو 3. 300 أو أكثر دمرت الأخلاق والقيم والموازين والشرف والفضيلة. ثم يقول: وأنا أعترف بأنني قدمت كل ذلك العدد الضخم من الأعمال التافهة
والهابطة، هذا كلامه هو، التافهة الهابطة، لأن ما يعرض يدور في هذا الإطار، أي كل ما يعرض في الجانب الفني يدور في هذا الإطار، فأنا حالي حالهم، ما أستطيع أن أكسب إلا بهذه الطريقة، بالهبوط والتفاهة والعفن. ثم يقول: فالساحة الفنية تغرق بالأعمال الهابطة والمعوقة، أعمال طرختها عقليات تجار الإنتاج الذين يتعاملون مع الإنتاج الفني من منطق الشباك والدخ. ما دام دحمة على شباك ودخل أكبر انتج، ليس المهم نوعية هذا الإنتاج، المهم تحصيل أكبر وازدحام. كفر، انحطاط، هبوط، عفن، هذا ما يهم ما دام الجيب يمتلئ والناس تزدحم. هذه صورة ينقلها فنان صريح مع نفسه. ثم يقول: وعلينا أن نساهم بشكل أو بآخر من أجل تقويم الإعوجاج الحاد. تلاحظ عباراته: إعوجاج حاد، عفن فني، هبوط، انحطاط، الذي تعيشه صناعة الفن والسينما بشكل خاص. ثم يقول: بعد أن طرح عليه الكاتب هذا السؤال: أنت أحد المتهمين من نجوم العالم العربي بتصدير العفن الفني. قال: اتهام قاسي ولكنه يحمل الكثير من الصحة. هذا الجواب: والمسؤول لست أنا لوحدي، بل الجهات المنتجة والموزعة. المنتج يسعى لهذه النوعية من الأعمال الهابطة، والفنان يجد نفسه مضطرا للمشاركة من أجل العمل أولا، ومن أجل تلبيات احتياجاته ثانيا، وغيرها من الأمور. فيقول له الكاتب: لا نريد مبررات، نريد حقائق. فيواصل الحديث سعيد صالح يقول: الحقائق تقول: العفن الفني في كل مكان، وحالة السقوط الفني لا يقابلها نجاح سياسي أو عسكري. نحن نعيش حالة عامة من الانحطاط. إذن يعلل الانهيار الاقتصادي لمصر والعالم العربي بسبب هذا الانحطاط الفني، ويعلل الهزائم العسكرية التي تعرضت لها مصر والعالم العربي بسبب هذا الانحطاط الفني. لو قلت أنا هذا بنفسي لوجهت إلي أصابع الاتهام: أنت يا شيخ تبالغ، أنت يا شيخ عدو الفنانين، أنت يا شيخ رجل دين وتنظر من منظار ديني. لكن هذا كلام فنان، وذكرت المصدر والتاريخ. أعود فأقول: اعتراف خطير لأهل الفن وممثل من الفنانين يقول بأن هذه الأعمال الهابطة هي التي سببت هذا الانهيار العسكري والاقتصادي. يقول بالنص: وحالة السقوط الفني لا يقابلها نجاح سياسي أو عسكري. نحن نعيش حالة عامة من الانحطاط. أما المقابلة مع سمير غانم، وكما تعلمون أن سمير غانم مشهور بلبس الباروكة ويغير دائما شعره على حسب الأدوار التي يأخذها، فهو أصلع تماما، لكنه يغطي رأسه بباروكة
حتى يظهر أكثر جمالا وأناقة، لأن الدور الفني هو الذي يطلب منه ذلك. السؤال: أنت متهم بأنك أحد مروجي البضاعة الفنية الرخيصة. الجواب: لماذا يتم تحميل كل حالات الانكسار الفني؟ لاحظ العبارة: الانكسار الفني. لست وحدي الذي أقدم مثل هذه الأعمال، انظر لم ينكر. فالوسط الفني بكامله يقدم الأعمال الكوميدية والفنية التي يطلق عليها أو يطلق عليها بعض النقاد الأعمال الهابطة، والتي تلقى كل الرواج والانتشار. ثم يقول: السينما العربية تجنت على الإنسان العربي وقضاياه، هذا أمر أعترف به ويعترف به العديد من السينمائيين العرب. ثم يقول: أنا جزء من حالة فنية تنتشر وتغطي العالم العربي، هو جزء من كل هذه صفة هذا الكل وهذا الجزء. ثم يقول: ثم لماذا نسميها مشوهة وهي تلاقي كل الإقبال؟ إنه نمط فني. إذن مع أنه هابط، ومع أنه منحط، ومع أنه تافه، ومع أنه عفن، ومع أنه انحدار، ومع أنه انكسار، هذه عباراتهم هم، يقول: ومع هذا فهو عمل غير مشوه، هو نمط فني ما دام الجمهور يرغب بهذا. ينتهي الحوار بهذا الكلام، ولكن القضية لا تنتهي، فالعفن الفني لا يزال يملأ عيوننا وأفواهنا وأنوفنا، فمن ينقذنا من العفن الفني؟ سؤال كبير. هذه مقدمة لعدة حلقات ودروس في هذه القضية الخطيرة. لماذا أنا أطرح هذه القضية الآن؟ أطرحها لأن شباب الدعوة الصادقين المخلصين على أرض مصر يملؤون السجون والمعتقلات من أجل سواد عيون الفنانين والفنانات. لما انتشر العفن الفني ولم يدع بيتا في مصر، ثار الشعب مدافعا عن دينه وعرضه وخلقه، واجتاحوا شارع الهرم، وأحرقوا الملاهي والبارات وأوكار الدعارة والدخان الأزرق، وحرقوها وحطموها، وبدأ الصراع، صراع من أجل البقاء، بين العفن الفني وبين أهل الحق من المخلصين الصادقين الغيورين. العفن الفني معه الدولة وجيش الدولة وأمن الدولة بجميع أنواعه وصنوفه ومخابراته. وفي حلقة قادمة سنطرح قضية الفنان عادل إمام، لما تحرك لكي يعرض مسرحيته السيد شغال في أسيوط، تحرك معه رجال الأمن بجميع أنواعه وتحت حراسات مشددة، ونزلت الصحف شهور وهي تشير إلى الشباب الصالح الصادق من الدعاة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بأنهم إرهابيون ومتطرفون ورجعيون ومتعصبون وأصوليون إلى آخره من هذه التهم، وألقي ببعضهم في السجون والمعتقلات، وبعضهم عذب عذابا شديدا من أحداث شارع الهرم وأحداث شهر سبتمبر، حتى
في نقابة المحامين لما عقدوا مهرجانا احتجاجيا على الوضع في مصر، تكلم أحد رجال الفكر وقال: لقد هددوني بزوجتي وهتك عرضها وأنا في السجن. انحطاط ما بعده انحطاط، يعذبون الأطفال ويضربونهم أمام آبائهم وإخوانهم من أجل التوقيع على اعترافات ملفقة ومزورة ضد شباب الصحوة الإسلامية في مصر، والذي لا يوقع يهدد حتى في عرضه، يقال له: نحضر زوجتك ونعريها أمامك. أو يهددونه بالفاحشة أو الزنا بها. أيها المسلمون، نعود إلى تاريخ العفن الفني متى دخل مصر، وأنا بدأت في مصر دون باقي الدول العربية لأنها هي تعتبر المحضن الأول لهذا العفن الفني، وهي الأم التي فرخ العفن الفني في رحمها ثم بعد ذلك صدرته إلى العالم العربي والإسلامي. معظم الذين أسسوا هذا العفن الفني كما يقول سعيد صالح وسمير غانم هم نصارى ويهود، نصارى ويهود هم أصلا المؤسسون له. فهذه مجلة الوطن العربي العدد 283 عام 87 تحت عنوان المسرح في مصر تقول: أول من أدخل الفن المسرحي إلى البلاد العربية رجل اسمه مارون النقاش، واسمه يدل على دينه، لبناني ماروني صليبي. وقد اقتبس هذا الفن المسرحي من إيطاليا حيث سافر إليها عام 1846، ثم جاء إلى مصر وأسس المسرح هنا. في سنة 1876 أقام يعقوب صنوع أول مسرح عربي في أرض مصر. لاحظ الاسم، يعقوب صنوع، يهودي. ثم في أواخر 1876 وفد إلى مصر من لبنان سليم النقاش، تصحبه فرقة عمه الماروني مارون النقاش، كلهم نصارى، حيث دعا إليه أديب إسحاق ليساعده في التأليف والترجمة. ثم أيها الأحباب، عاد الممثل جورج أبيض من باريس عام 1910، جورج أبيض أيضا نصراني، عاد من باريس 1910 فألف له المؤلف المسرحي فرح أنطون، فرح أنطون صليبي، ألف له مصر الجديدة ومصر التأليف. وفي عام 1923 أنشأ يوسف وهبي نصراني صليبي، أنشأ مسرح رمسيس. ثم جاء المسرح للضحك والسخرية وترأسه نجيب الريحاني أيضا نصراني صليبي. ثم بعد ذلك اشتهر من الممثلين والممثلات كاليهودية ليلى مراد واليهودي عمر الشريف، طبعا هذه كلها أسماء مستعارة، هم يغيرون أسماءهم ويحاولون يغطون على العفن الفني بأسماء نظيفة: شريفة، فاضل، نور، الهدى، عفاف، شعيب، عمر الشريف وهو يهودي، عمر الشريف.
وظهرت بعد ذلك أسماء نصرانية وصليبية رأست ماري منيب، ميمي شكيب، وأمثال هؤلاء الذين نشروا مثل هذا العفن الفني. نعمان عاشور هذا الرجل هو مؤسس المسرح الواقعي في مصر من أول الخمسينات. آخر تقرير يقوله عن المسرح وعن الفن في مصر ماذا يقول هذا الكاتب وهذا المؤلف وهذا المخرج؟ ماذا يقول؟ يقول: المسرح المصري الراهن تجاري ورخيص، تجاري ورخيص. هذه فتوى ممن يعيش هذا الوسط الفني. وبين الحين والحين أيها الأحباب الكرام تلاقين صفحات الجرائد بأخبار الفنانين والفنانات مع التأثيم الإعلامي الرهيب. شوف أنت انظر مثلا في الكويت هنا، أنا أتحداك إن استطعت أن تلتقط خبر عن حادث أخلاقي لفنان أو فنانة من أصحاب العفن الفني. اتفاق صحافي إعلامي أمني حتى مع المخافر أن لا ينتشر خبر عن الفنانين والفنانات، إلا خطأ أو سقط سهوا أو غفلة بشرية. أما نشر خبر متعمد مقصود لا، ما تستطيع. وين تسمع بين الحين والحين فنانة خرجت عارية إلى الشارع وفي دورة في منطقة كيفان ألقت رجال الأمن والنجدة عليها القبض فوجدوها سكرانة وشاربة مخدرات، وبعدين بعد ما ينزل مثل هذا الخبر طبعا بدون ذكر اسم ولا رموز حروف ولا أي شيء، في اليوم الثاني يتحرك أهل الفن بسرعة وتعود الجريدة تنكر هذا الخبر. استمع إلى هذا الخبر تنشره الرأي العام، العدد 8744، التاريخ 6/4/88. تقول: شبكة منافية للآداب تضم ممثلين بالقاهرة. وبعدين تفاصيل هذا الخبر: فنانات وفنانين عندهم شقق يروجون، الدعارة والزنا، ألقي القبض عليهم. الخطورة تكمن أيها الأحباب بين هذا الخلط الرهيب الذي ينظر إليه الجيل المسلم اليوم في البيت وهو جالس أمام التلفزيون يشاهد مسرحية أو يشاهد فيلم سهرة أو يشاهد فن من هذه الفنون تحت إطار العفن الفني كما قال سعيد صالح وسمير غانم. تجد المفهوم الذي يرسخ عموما عند الجيل أنه يجوز الخلط بين الحق وبين الباطل، بين الفساد وبين الأخلاق. أتعرف وأروح عمره، أصلي وأشرب خمر، أمثل عارية ويقبلني الممثل وقد أظهر بفيلم جنسي وأقرأ القرآن. وهذا الأسلوب الخبيث المدمر ينتج عندنا جيل من البنات والأولاد عندهم انفصام عقيدي، انفصام أخلاقي رهيب. لهذا أنا أوصي كل والد وكل والدة بلا استثناء أن لا يتهاونوا بين الحين والحين عن التفتيش بهدوء ودون ضجة في حاجيات البنات والأولاد في سن المراهقة بالذات.
دون أن يشعرهم بهذا. لما الطالب والطالبة تروح المدرسة، الأم بهدوء أو الوالد بهدوء يطلع من الدوام أو يأخذ إجازة، المهم يبدأ يفتح الدواليب ويفتح الأوراق، حتى أشرطة الفيديو الخاصة اللي موجودة عند البنت أو الولد، حتى عناوين التلفونات، حتى الرسائل المغلقة. فإن الخطورة أصبحت بمكان أن لا يكاد ينجو بسبب العفن الفني إلا من رحم الله. وكثير من أولياء الأمور قالوا: يا شيخ لا تعمم. قلت: يا أخي اذهب وابحث. فذهب وبحث، أقل واحد فيهم وجد شريط المغنية ماجدة الرومي تحط البنت بالليل وتحط على إذنها السماعات وتركب في الريكوردر جهاز التسجيل، وعلى أبو أن البنت نايمة خلاص ذاكرت وانتهت. هذه أشرف وحدة تعتبر، اللي بس تكتفي بأنها تسمع ماجدة الرومي بالليل قد ما تنام. وماجدة الرومي عندما تغني احصي معاني الانحطاط الخلقي في أغانيها حتى تعرف على أي شيء تنام البنت وينام الولد في الليل وبدون أن يظهر صوت، دون أن تظهر نغمة أو حرف. الجهاز موجود على الطاولة مالت المذاكرة، وشريط الكهرباء متصل بالسماعة إلى الأذن وهي تسمع. وكل الذين قلت لهم عادوا إلي، فمنهم يقول اكتشفت رسالة حب، ومنهم من يقول اكتشفت شريط غناء، ومنهم من يقول اكتشفت شريط فيديو. وخاصة الصداقات والعلاقات بين الطالبات والطلبة داخل هذه المدارس التي تكاد أن تخلو من التربية الإسلامية الحقيقية المتدفقة من قلب مدرس أو مدرسة إلا من رحم الله. أساليب التربية الحديثة حطمت عندنا القيم. انظر إلى مدارس البنات، روح استلم بنتك وشوف اللي يدورون ويتسكعون حول المدارس كل يوم، تجد شرطة وضباط وطلبة ومغازلشية وأشكال. حتى من أسبوعين شرطي يدور 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 وأنا واقف أحترق. ثانوية اليرموك للمقررات، لابس نظارات سود، سيارة سبورت هوندا، حتى أن دخول معاكس للسير، الناس تدخل من الشمال وتطلع من اليمين تستلم بناتها وهو يدور من اليمين إلى الشمال عاكس السير، إلى أن شفط تشفيطة أمام البنات حتى يظهر إن إنسان يسوق السيارة العجيبة، فدارت السيارة واصطدمت بالسيارات الموجودة وكسر سيارات أولياء الأمور. فانزلوا للناس: لماذا تفعل هذا؟ قال: أنا يا أخي بنت عمي. بنت عمك؟ هذا المسكين ضحية، ضحية لهذا العفن الفني الذي يعرض عليه في الليل والنهار، فهو ينفس عن خلق وسلوك تلقاه من هذا العفن الفني. كيف لا يكون كذلك وهو يرى القبلات والآهات واللقاءات وكل قصص الغرام يعرض عليه في أجهزة الإعلام؟ هو ترجمة صادقة حقيقية لكل المقامرات التي قرأها بالروايات أو شاهدها بأفلام الفيديو أو التلفزيون أو قرأ عنها في كل الروايات والقصص والجرائد والمجلات والملاحق إلى آخره. ولا تستغربوا أيها الإخوة أيتها الأخوات إذا قلت لكم: أقسم بالله العظيم أنه تأتيني رسائل من بعض الدول العربية، لا أريد أن أحدد الدولة ولا حتى المنطقة حتى لا يتهم أحد، لكن أقول هذا تحذير، جهاز إنذار أطلقه من جمعية الإصلاح إلى أولياء الأمور. تأتيني رسائل حتى من السكن الداخلي للطالبات،
السكن الداخلي للطالبات في بعض الدول العربية، وولي الأمر المسكين مسلم بنته في هذا السكن الداخلي، وتأتيني رسائل منهم من يعلن حبه وعشقه، ومنهم من يقول وهبتك نفسي، ومنهم من يقول يا شيخ ادركنا، فقد أصبحت العلاقة بين البنت والبنت. الآن البنات يحبون البنات، وتبادل رسائل وغرامات ولقاءات، وأصبح قضية الشذوذ ليس عند الأولاد فقط، وإنما حتى عند بعض البنات. ما الدافع لهذا؟ الدافع لهذا هو هذا العفن الفني الذي يزخم وينتن أنوفنا في الليل والنهار، ذراته تسري في عقولنا وقلوبنا أكثر من ذرات الطوز والهواء الذي نتنفسه. تعال معي إلى فنانة اسمها نبيلة عبيد، تروح العمرة، العنوان العام تقول تحريم الفن والثقافة ارتداد عن الحضارة، المرجع جريدة الوطن، العدد 4777، التاريخ 8/6/88. استمع استمع إلى هذا الخلط العجيب الذي قلت عنه، الجمع بين الحق والباطل، بين الدين والضلال، بين العمرة وبين الملهى، بين العري والفجور، وبين قراءة القرآن. أنت ما تسمع من كثير الدول العربية قبل الأذان عزف منفرد على الناي، وابتهال ابتهال، يقول لك ابتهال ديني، وإذا واحدة تغني موسيقى ابتهال ديني. بعد خطبة الجمعة في كثير من الدول العربية، بعد خطبة الجمعة مباشرة، رقصة أو غناء أو فيلم أو مسرحية أو تمثيلية تحطم القيم، بعد خطبة الجمعة كأنهم يقولون هذا الشيء وهذا الشيء. مر القلبي ومر ربي، هذا الشعار يكاد يكون عام. التقيت مع كثير من الطلبة للدول العربية، منهم من يأتي يصلي صلاة الفجر وهو سكران، أشم فيه رائحة الويسكي والخمر وأمسكه، أقول له يا أخي أنت من بلدة، من بلدة رمز ديني، يقول يا شيخ تركني، مرة القلب مرة ربي. أنا من صرت صغير وأنا أصلي، لكن ما أقدر أصبر عن الملهى وعن الخمر وعن البنت وعن كذا. من الذي أوجد هذا النوع؟ هو مثل نشر مثل هذه المقابلات واللقاءات. اسمع ماذا تقول نبيل عبيد. طبعا هذه ممثلة قديمة، يعني أنا من يوم ما كنت في سن المراهقة وأنا أسمع عن نبيل عبيد. لا تزال يعني تمطط وجهها وتسحب وجهها مثل صباح اللي وصل عمرها الآن 85 سنة، ولا تزال تردح على المسرح. استمع السؤال، على ذكر أدائك لمناسك العمرة، هل لك رأي خاص حول ما أثير إذاء الفنون، هل هي حرام أم حلال؟ فأجابت في نبرة انفعال، القضية واضحة كالشمس، لم يكن الرسول يستطيع تحريم الشعر والغناء والإيقاعات الموسيقية. تفتي على طول، جرأة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يحرم الموسيقى، وهو الذي يقول يأتي زمان على الناس يستحلون فيه الحرى وهو الزنا والحريرة والخمرة والمعازف، ويشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها، المعازف هي الموسيقى. ثم تقول
الدعوة إلى إلقاء ثقافتنا وفنوننا هي ردة حضارية ودعوة إلى التخلف، ورأيي أن التطرف بكل أشكاله وأبعاده مرفوض تماما. ثم يسألها عن يوم من حياتها، فماذا تقول؟ يوم التصوير يبدأ عندي من الساعة 10 صباحا، أستيقظ قبل ذلك بساعتين، شوف لا ذكر للصلاة، أتناول إفطاري وبعده أتوجه في حالة من النشاط والحماس والشوق إلى الاستوديو، حيث تبدأ عملية وضع المكياج وتصفيف الشعر حسب الدور أو المشهد الذي أقوم به استعدادا للتصوير، وأستمر في حالة العمل هكذا حتى 4 بعد الظهر لأتناول وجبة خفيفة، ثم أعود للعمل حتى منتصف الليل، موعد العودة للمنزل لإزالة المكياج السينما، وأتناول أي طعام جاهز سريع الهضم، وأراجع مشاهد التصوير، أي بعد منتصف الليل تراجع مشاهد التصوير، وفي الغد تطمئن على حفظ الدور، ثم تأوي بعد ذلك إلى الفراش. ثم ماذا تقول؟ أما اليوم الذي ليس فيه تصوير، اسمع، تقول: كنظام أساسي في حياتي اليومية القرآن الكريم. تقرأ القرآن الكريم، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك تقول: أما بالنسبة للقراءة بعد القرآن، القراءة التثقيفية، فقد مررت بمرحلة المراهقة والتي لم تكن تكتمل هذه المرحلة عندها إلا بروايات يوسف السباعي وإحسان عبد القدوس وعبد الحليم عبد الله، وكم ذرفت من الدموع والأحلام الوردية في هذه المرحلة، تلتها مرحلة قراءة متخصصة لأدب نجيب محفوظ ويوسف إدريس وأشعار نزار قباني والأدباء والشعراء المحدثين. الغريب أن شخصيات إحسان عبد القدوس كان لها تأثير السحر علي، وكنت سعيدة جدا بتجسيدها على الشاشة. ذنب إذا صور عاري، وإذا طاب المعجب، وإذا جاء بعد منتصف الليل، أو شرب الخمر، أو فعل لماذا؟ ما في داعي يحس بالذنب ما دام الأمر عملية غسيل. كل ما عملت ذنوب طول العام تروح تعتمر فتغسل وتعود، عملية غسيل. والله خلق الجسد من الروح والمادة، والخواء الروحي الذي يحس به الوسط الفني لا يجدون له تعبية إلا إذا ذهبوا إلى عمرة أو ذهبوا إلى حج، يحسون بعد ذلك ببعض الراحة النفسية، ثم ينتكسون بعد شهر أو شهرين كما تقول الممثلة نبيلة عبيد. استمع ماذا تقول في آخر كلامها: هناك الإنسان المؤمن بعمله وعلاقاته النظيفة مع الناس، الذي ينسى أمام الكعبة جميع اهتماماته إلا إحساسه وانفعالاته الجياشة بالسعادة والرضا وراحة البال والقبول عند الله سبحانه وتعالى. فهي ضمنت قبولها عند الله سبحانه وتعالى، ونست القبولات الحارة اللي قدمتها إلى الممثلين على أرض مصر وخارج أرض مصر، وإلى الآهات والنظرات التي زرعتها في قلوب الشباب والشابات حتى أصبحت نبيلة عبيد هي قدوة لهم في حركاتها وكلماتها وغزلها وغرامها وعشقها وحبها. ثم نختم أيها الأحباب ببطلة من بطلات الموساد الإسرائيلي، الفنانة كما يسمونها العريقة التي تضاهي أم كلثوم بفنها العريق، وهي ليلى مراد. ثبت أنها تبرعت لدولة اليهود 50,000 جنيه، والموساد الإسرائيلي يفتخر بهذا ويعلن ولا يبالي، لأنها أصلا يهودية والمخرجين الذين أوجدوها يهود. هذه الحادثة حدثت في عهد عبد الناصر، وتزوجها قريب من أقربائه اسمه وجيه أباضة،
حتى يغطي على عورتها وفضيحتها التي انتشرت في العالم. وعبد الناصر غضب حيث أن وجيه أبارة تزوج ليلى مراد وهي زوجة أصلا الممثل أنور وجدي الذي مات بالسرطان في معدته. وأنور وجدي هذا سبب موته قصة عجيبة ترويها في مذكراتها ليلى مراد. ماذا تقول؟ تقول: زوجي أنور وجدي كان ممثل بسيط وبعدين قال: يا ليتني أملك 1,000,000 جنيه ولو فقدت صحتي. تقول: فقلت له: ماذا تفعل في 1,000,000 جنيه وقد فقدت صحتك؟ قال: أعالج صحتي ببعض هذا 1,000,000 ثم أتمتع في الباقي. فأصابه الله بالسرطان في المعدة فأنفق 1,000,000 وما شبه، فأصبح يحضر الفلاحين اللي في الغيطة مات وقصورة وضياعه الفلاحين ويطبخ لهم الفراخ والبط والدجاج واللحم المشوي، وهو يحط له طبق فول أو خضروات مسلوقة، وبعدين يقول حق الفلاحين: يلا أكلوا، أنا الطبيب مانعني، عندي سرطان في المعدة. ويبدون الفلاحين والزراعين يلهمون كل الفراخ والبط، وهو ياخذ له ملعقة من الخضروات ويقول: آه، ما نفعتني 1,000,000 جنيه أمام المرض الذي أصابني ومات بالسرطان. ونشرت زوجته هذه مذكراته، ثم ذهبت إلى اليهود وتبرعت لهم، ثم تزوجها وجيه أبارة سرا دون علم الرئيس. فغضب الرئيس وقال: لماذا لم تستأذني بمثل هذا الزواج؟ وقد نشر الموساد أخبار ليلى مراد. ما اسم عائلة هذه الفنانة ومن وراءها؟ استمعوا. هذه الفنانة من عائلة يهودية، أسرتها تتكون من زكي مراد وهو أبوها، أولاده مراد وسميحة ومنير وليلى وهم كلهم يهود. توفي والدها عام 1936، فالتقطها مخرجان يهوديان داود حسني وتوجو مزراحي، وأظهروها إلى الفن وإلى المسرح وإلى السينما حتى سقطت هذه السقطة الرهيبة. وقامت الحكومة السورية في ذلك الوقت ووضعت اسمها في القائمة السوداء، وتبعتها بعد ذلك جميع الدول العربية، ومنعت أفلامها وإنتاجها للعفن الفني من الدول العربية، طبعا لمدة معينة، يعني هذا المنع والمقاطعة لمدة معينة محددة بالتاريخ، يعني ضحك على الدخول، امنعوا الكولا مدة وبعدين الآن وكالتها وشركتها انفتحت في الكويت، امنعوا شركة فورد وعادت وكالتها مرة ثانية، وهكذا يعني يتلاعبون بالناس، يحللون ويحرمون كيفما يشاءون. أختم بفتوى لمخرج يعتبر الآن من المخرجين الشباب، اسم هذا المخرج عاطف الطيب، يقول عن حسن الإمام وهو من كبار المخرجين، يقول: مخرج الأفلام الهايفة حسن الإمام اللي دوخناه بأفلامه كما دوخنا نيازي مصطفى بأفلامه، اللي يعني أصبحنا وإحنا أطفال ما ننام الليل ونشاهدها، عنتر عبله والفارس الأسود وكوكا مرت نيازي مصطفى عبله خطفها من عنتر، وبعدين نيازي مصطفى وهو في 70 من عمره يعشق بنت عمرها 15 سنة طالبة، ثم يكتشفون أنه مقتول في الشقة بعد حفلة عثروا على مئات البصمات للبنات في تلك الليلة، في قصة غرامية تحت الدخان الأزرق لأكبر مخرج للعفن الفني اسمه نيازي مصطفى. وهذه الدروس سلسلة متصلة في شرح الكتاب العظيم لابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم، وقد ذكر فيه شيخ الإسلام بعض صور التشابه عند هذه الأمة وأمة اليهود والنصارى، وزدت عليها صورا أخرى جديدة لم تكن في عهد الإمام ابن تيمية. ومن الأمور التي أضفتها إلى الكتاب في شرحه
تشبه بعض أهل هذه الأمة بالفنانين من الكافرين، فناني اليهود والنصارى، حيث أصبح من الفخر عندهم أن يزور هوليود وأن يصور مع ممثل مشهور وأن تنشر صورته على صفحات الجرائد والمجلات وأن تسلط عليه الأضواء. هناك في مؤتمرات الفنانين كمؤتمر كان وغيره، وأصبح الجيل المسلم يجمع صورهم في ألبومات خاصة، ألبوم يتتبع فيه جميع تحركات الفنان والفنانة، كيف تأكل، كيف تلبس، كيف تشرب، كيف تضحك، كيف تمشي، ماذا تحب، ماذا تكره، هواياتها، وأصبحت قدوة. وأصبح الجيل المسلم لو عملت استفتاء ماذا تريد أن تكون في المستقبل، يقول أريد أن أكون فنانا مشهورا ونجما قاطعا. والذي دعاني إلى مثل هذه الدروس أيها الأحباب ما يعانيه إخواننا الدعاة الصادقون المخلصون كتنظيم الجهاد الإسلامي جماعة خالد إسلامبولي هناك في مصر، وما تعانيه الجماعات الأخرى الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر، والتي لما تحركت وحركت معها الجماهير واجتاحوا شارع الهرم وأحرقوا الملاهي وأطفأوا الدخان الأزرق وكثروا قناني الخمور، وما يدور خلف الكواليس هناك عند خفافيش الليل وأصحاب المتعة الرخيصة وتجار الرقيق الأبيض والمشجعين على الفاحشة الذين يحبون الفاحشة، سار إخواننا رجال مصر الشباب الدعاة الصادقون المدافعون عن القرآن وعن العرض وعن الأرض وعن الدين والشرف والفضيلة، لما ساروا وتحركوا وأنكروا فتحت لهم السجون والمعتقلات وصب عليهم العذاب صبا وسلطت عليهم الأقلام الجائرة تتهمهم بالتطرف والتعصب والرجعية والإرهاب، وطردوا من وظائفهم وحوربوا في أرزاقهم وشرد أولادهم ونساؤهم ومنع الاتصال بهم، وكثير منهم يتعذب هناك في السجون أو في المنفى خارج مصر. وكان علينا نحن الدعاة أن ننصر إخواننا وأن ندفع عنهم، وقد أعطانا الله في هذا البلد الحرية النسبية ندفع فيها عن الحق، فأمتنا أمة واحدة لا فرق بين المسلم في مصر أو في الكويت أو في أفغانستان أو في أي مكان، فأمتنا أمة واحدة وربنا رب واحد ونبينا وقرآننا وقبلتنا واحدة، ما يؤذيهم يؤذينا وما يفرحهم يفرحنا. والعفن الفني أصبح الآن محميا تدافع عنه دول وأنظمة وجيوش ومخابرات، فهي حكومات داخل حكومات. وخير مثال أضربه ما قام به الممثل عادل إمام لما زار أسيوط
تحركت معه المخابرات المصرية ورجال الأمن، وتحت الحراسة المشددة قام بتمثيليته ومسرحيته، وتحدى الدين وأهله والقيم والعادات الإسلامية الكريمة تحت حماية السلطة والجيش والنظام. وهذه ظاهرة خطيرة، يوم أن يحمى الباطل المدمر للقيم والأخلاق، يوم أن يحمى بالعسكر. الصراع بين الحق والباطل قائم منذ القديم إلى قيام الساعة، ولكن أن يقوم النظام فيحمي الباطل فيسمي الرذيلة فضيلة، ويسمي الزنا حرية شخصية، بل يتعمدون لغواية وإضلال أبناء وبنات الدعاة، ويتفننون في ذلك ويلقون شباكهم لإسقاطهم، ويتحول بعض الفنانين من أصحاب العفن الفني بشهادات الفنانين أنفسهم بهذا العفن، كما سمعتم في الدرس السابق، يتحولون مرة إلى مفتين شرعيين يأتون بالتبريرات والفتاوى بأن العفن الفني هذا إنما هو قائم على الدليل الشرعي، فمرة يتكئون على النظام والقوة والسلطة، ومرة يتكئون على أقوال بعض المشايخ، ومرة يأتون بالحجج من بطون الكتب، ويأخذون بالرخص. وأصبح العفن الفني منهجا له دعاته ورواده، ونحن نعيش على الأرض معهم، فكل شر يخرج منهم يصل إلينا لا محالة. فكما ندفع عنا الوباء والبلاء والداء والغلاء، فعلينا أن ندفع العفن الفني حماية لبناتنا وبيوتنا وديننا وقرآننا وعقيدتنا. أحبابنا الحاضرين والمستمعين، المثل الأول في حرص العفن الفني لتحطيم سمعة الدعاة وغزوهم إلى عقر دارهم، هذه المقابلة التي تمت مع جريدة القبس العدد 5801، المقابلة في مصر التاريخ 6/7/1988، العنوان العريض: أول مطربة عربية استضافتها استديوهات هوليود، ياسمين الخيام. الأغنية تقول: الأغنية يجب أن تكون لتربية الأجيال وتنمية الوعي، وليس للعبث والإفساد. الأغنية نقرأ عليكم فقرات من هذه المقابلة مع ياسمين الخيام. السؤال الأول عن والدها المقرئ الراحل الشيخ محمود خليل الحصري ومدى تأثرها به، فقالت: لقد حفظت القرآن الكريم وأنا طفلة. انظر حرص الشيخ الحصري رحمة الله عليه على التربية السليمة، حفظها القرآن وهي طفلة، وشجعها وإخوانها على ذلك، وألبسها الحجاب، وبدأ الفنانون يحفرون لهذه الأسرة وهدم هذه السمعة. تزوجت في حياة أبيها رحمه الله، وبعد الزواج نزعت الحجاب،
وجاءها المخرجون والمؤلفون وقالوا لها اكتشفنا ان لك صوتا خارقا وانك موهبة عظيمة، حرام عليك ان تقتليها وتحرم الجماهير المتعطشة الى صوتك الذي يتدفق بعد ان حفظت القرآن وتمكنت حروفه من لسانك فاصبحت مخارج الشعر والغناء يصل من القلب الى القلب، انك الان تحملين رسالة خالدة تتمين فيها رسالة والدك، فان كان ابوك ادخل القرآن بصوته الشجي فهو جانب من جوانب الفن، فما عليك الا ان تدخلي انت بصوتك الحنون وعبارتك الرقيقة واسلوبك الرشيق ان تدخلي الكلمة الادبية والعبارة الدينية الى مسامع الناس، ولا نطلب منك اكثر من الابتهالات الدينية والتوشيحات. وهكذا يبدأ الشيطان مع هذه الأسرة رحلته خطوة خطوة. بدأت أغاني ما يسمى بالأغاني الدينية، والأغاني الدينية أو الابتهالات الدينية تسمعونها كل يوم قبل الأذان أو بعد الأذان، يأتون بفن يسمونه ابتهال ديني. تبارك الرحمن ابتهال ديني لفايزة أحمد، من 4 أيام حطوا في إذاعة الكويت. فايزة أحمد هذه صاحبة أغنية يم الأمر على الباب، أي أمر حبيبها طبعا، ومن الذي تستشيره بإدخال العشيق في الدار؟ الأم، الأم المقدسة، الأم. الجيل المسلم يسمع بنتا تستشير أمها في إدخال عشيقها في دارها، يما الأمر على الباب، يما أنا دينه. هي صاحبة الابتهال الديني الذي يذاع قبل الأذان. وتردد يما أرد الباب ولا اناديله، لا اناديله اناديله اناديله، رضيتي او لم ترضوا. وينشأ الجيل المسلم وهو يسمع من فايزة احمد ابتهال ديني، وبعده الاذان مباشرة، ثم اغنية بعد ذلك تستفتي امها بادخال عشيقها في البيت، فيتولد من هذا ان تكون الطفلة البريئة النظيفة التي اسمها إفراج الحصري وابنة شيخ المقرئين في زماننا هذا. وقد قابلت والدها رحمة الله عليه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد أن قام بزيارة العمرة، وقد ارتقى على المنصة وقرأ سورة الكهف فبكى، فلم يترك أحدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأبكاه إلا وأبكاه. قام الناصحون وقالوا كيف تركت ابنتك تتبرج وتغني وتصور في استوديوهات هوليوود هناك في أمريكا؟ قال خرج الأمر من يدي، يوم أن كانت عندي كانت أفراد الحصري، فلما تزوجت خرجت من ذمتي إلى ذمة زوجها، وهذا الذي جاءها كله بعد الزواج، ماذا أفعل؟ القانون يحمي الباطل، تستطيع كل بنت في أي دولة عربية إلا القليل أن تقطع السماعة على المخبر وتشتكي أباها، وتستطيع هذا كل زوجة،
أن تشتكي زوجها، وبأقصى سرعة يأتي الجيش ومعه الشرطة، ولا يسمع أقوال الوالد أو الزوج، بل يجروه إلى المخبر للتحقيق. ثم بعد ذلك توكي المحامي، وناهيك عن الثقة المطلقة لجميع أقوالها عند الشرطي وعند المحقق وعند الضابط وعند القائد وعند كثير من القضاة. والأب والزوج لا يكاد يصدقه أو يستمع إليه أحد. وأنا أعرف حادثة، بنت خرجت عن طاعة والدها وهربت وباتت خارج الدار، وبحث عنها 3 أيام، وبعد ذلك اشتكى إلى المخاطر لتساعده في البحث، ثم تم اتصال إحدى المحافظات لوالدها وقالوا تعال البنت موجودة وجدناها. ولما دخل حضرة الضابط المحترم قال اسمع أنا ما أسلمك البنت لما تعطيني تعهد أنك ما تضربها. بعدين أنت ليش تشدد عليها ومتذمت زيادة على اللزوم؟ إذا التفت تجاه الوالد التفت بوجه إبليس، وإذا التفت تجاه البنت ابتسامة رشيقة وعيون ساحرة وعبارات منتقاه. ما يصير خاطرك إلا طيب يبه، لا تخافين روحي معاه وما راح تكرر الحادثة، وحنا مخرنا مفتوح وصدرنا واسع، اطمئني لا تخافين، وانت يا حاج دير بالك لا تضربها لا تهينها لا تزجرها. عجيب، دير ما فيها قانون فوضى. واقبح كثير من اولياء الامور في ذل وهوان، لا يستطيع ان يحكم بيته ولا زوجته ولا ابنته ولا اخته. المحامي ينتظر، المحقق ينتظر، المحضر ينتظر. واي دعوى كاذبة تسجل في محضر ويتبناها محامي، ثم انتظر شهورا وسنين حتى تستطيع ان تأخذ حقك. لنستمع ماذا تقول هذه المسكينة. لقد حفظت القرآن الكريم وأنا طفلة، كان والدي يحفزنا على الحفظ، وكان يقول لنا من يحفظ سطرا له قرش، ومن يحفظ صفحة له 5 قروش، ومن يحفظ جزءا من القرآن كاملا له جنيها. كان يحببنا في القرآن وفي قراءته وحفظه، فحفظته كاملا في طفولتي على يد والدي. ثم علمني والد التجويد والترتيل، وقد أخذت من والدي الكثير، وكل شيء جيد في حياتي والدي هو سببه. تعلمت منه معاملة الناس معاملة حسنة، البشاشة، التواضع، وأخذت منه قوة الإرادة وحلاوة الصوت. يقول القبط هذا الحديث عن والدك يجعلنا نسأل لماذا غيرت اسمك إذن من إفراج الحصري إلى ياسمين الخيام. تقول هذا السؤال سئلت فيه كثيرا والإجابة عنه لم تحرجني أبدا، فأنا لم أغير اسم والدي، فهو موجود في شهادة ميلادي وفي جواز سفري. ولكن بعد أن بدأت مرحلة الغناء أخذ البعض يغمز ويلمز ويقول ابنة الشيخ تغني، واستغلها هجوما على أبي، فأردت أن أجنبه هذا الغمز واللمز، فاخترت لي اسما أحببته هو ياسمين الخيام. سؤال لماذا ياسمين ولماذا الخيام كلاهما بالذات؟ الجواب لأنني أحببت ياسمين. تعرفون من هي ياسمين؟ ياسمين هذه عشيقة لشاعر صوفي مرة يشرب خمر ومرة يعشق اسمه عمر الخيام، والذي تغني أم كلثوم أشعاره. هو الآن قدوتها ياسمين عشيقة الخيام
لأنني أحببت ياسمين ملهمة وحبيبة الشاعر عمر الخيام، وأحب أيضا عطر الياسمين، فدمجت بين الشاعر وملهمته فكان اسم ياسمين الخيام. أما اسم والدي فهو خالد بأعماله وسمعته الطيبة. سؤال: بدأت طريقك بالغناء وأحبت الناس وعرفوك أيضا أن الكلمة العاطفية بحسها ونقائها تهز الوجدان، ومن هنا كان غنائي للكلمة العاطفية الشاملة للمعاني الإنسانية وغنائي للأغنية الدينية التي نشأت في محرابها. ثم بعد ذلك سؤال: من الغناء الديني أو الغناء إلى الغناء في استوديوهات هوليود لتكوني أول مطربة عربية تحقق هذا السبق الغنائي، كيف تم ذلك؟ الجواب: لقد كنت في جولة فنية لإحياء حفلات غنائية لإخواننا المغتربين في أمريكا وفي ولاية كاليفورنيا، خارج في رحلة في سبيل الله. لمن؟ للمغتربين الطلبة. وعرض علي الدكتور سامي فرج لحنين غنائيين وهما حبيبي لو كنت تعرف وتحت الأمر، وبعد سماعي لهما وافقت على تسجيلهما، وكان التسجيل في استديوهات هوليود لأكون أول مصرية عربية تسجل أغانيها الجديدة. هذا أنا أقول ولا أسدد ولا أعلف، إنما أقرأ ما قالته هي وما نشرته الصحيفة عنها، ونشرت صورتها دون حجاب وكأنها ممثلة من ممثلات هوليود. أقول هذا وأنا أدعوها إلى التوبة وأدعوها إلى القرآن الذي حفظته وهي طفلة ليكون شفيعها عند الله. نعم أدعوها، لأن الله سبحانه وتعالى اختار والدها مقرئا لكتابه عبدا لآياته، انتشرت قراءاته في العالمين، فأقول لها رفقا بسمعة هذا الوالد الكهل الذي توفاه الله، فكوني ولدا صالحا يدعو له، كوني حفظك الكتاب ودعاك إلى الخير وأنفق عليك دماء قلبه وعرق جبينه، ثم ينتهي المطاف في استديوهات هوليوود. إنها والله لمأساة، وإنها لجريمة من جرائم العتم الفني. وننتقل معكم أيها الأحباب الكرام مع ممثلة تحمل فتوى شرعية من الشيخ شعراوي، وأظنها أنها تكذب على الشيخ شعراوي، لأنني أذكر من زمن بعيد جرت هذه المقابلة وقرأتها في الصحف وفي ذاكرتي بعض الكلمات. أذكر أنها سألت الشيخ شعراوي يوم أن كان وزيرا في مصر للأوقاف، وقالت له: يعني يجوز أن تمثل المرأة؟ قال: لا. فقالت: يعني في محضر نسائي فقط؟ قال: بشرط. قالت: ما هو الشرط؟ قال: أن لا تخرج عن الأدب والخلق والحجاب الإسلامي، وأن لا يكون هناك اختلاط ولا رجال ولا كذب. وأذكر أنه ضيق عليها إلى أن قالت: نعم، إذا قامت بجميع الشروط الشرعية هل يجوز لها التمثيل؟ قال: نعم. فالتقطت هذه، ثم كانت هذه المقابلة جريدة الوطن العدد 4798 التاريخ 29/6/88، والمقابلة في مصر. تقول عفاف سعيد: الكل تنافس لإنجاح رأفة الهجان، والشيخ شعراوي سمح لي بالتمثيل بشرط. ثم تتكلم بعد ذلك فتقول: التقيت معه لأكثر من 10 سنوات، وذلك
كان مصادفة وسألته عن التمثيل حلال أم حرام، نظر إلي وقال حرام. قلت له لكني مسلمة ملتزمة ولا أقبل تمثيل أي مشهد يغضب الله. شوف شوف الصورة، وتقول مسلمة ملتزمة لا تقوم بتمثيل أي مشهد يغضب الله. قال لي هل تحبين التمثيل؟ قلت نعم. وسألني ما هي شهادتك؟ قلت له إنني خريج قسم إخراج وتمثيل بمعهد المسرح. قال إذن أخرجي ولا داعي للتمثيل. قلت له ولكني لا أجيد الإخراج. قال لي اتكلي على الله، لا مانع من التمثيل بشرط الالتزام بالشرع. بعد هذه المقابلة مع الشيخ السعراوي وأنا ملتزمة لا أفعل أي شيء خارج حدود الدين، عفاف شعير، شاهدوا أو من شاهد أفلام عفاف شعير يعرف كيف أنها لا تخرج على الدين، هبل وأهات ورجح وتمثيل وزعيق وجنس فارغ وإغراءات وموديلات وأزياء وبلاوي وعشق وغرام وغزل وحب وهيام ولقاء ولقاء في الظلام و حبيب وعشيق إلى آخره، وكل هذا في دينها ومنهجها أنها لا تغضب الله ولا تخرج عن حدود الشرع. لماذا؟ لأنها عفاف. وهكذا يخلق الحق بالباطل، هكذا يخلق الحق بالباطل. وهناك تكون الخطورة عندما يفتي شيخ شرعي لممثل أو ممثلة، بل عليه أن يشدد 100% ويدوب عسى يطلع بخمسين أو بعشرين أو بواحد بالمئة بعد الفتور. فكثير منهم يذهب إلى الحج أو العمرة أو يذهب يصلي في مسجد أو يقابل شيخ أو يدعوه إلى حفلة، كل ذلك ليكون مبررا وستارا لهذا العفن الفني. وهذه ممثلة تتحدى الصحوة الإسلامية وتتحدى ما تسميهم بالأصوليين والإرهابيين، اسمها مديحة كامل. تقول في تحديها جريدة الوطن العدد 4791 التاريخ 22/6/87 مصر، تقول مديحة كامل: لم اعتزل التمثيل رغم التهديد بالقتل. تدعي بان الشباب المتدين يهددونها بالقتل. تقول مديحة كامل: تسألها الوطن، يقال انكم ساهمتم بالفن الرديء في تطرف الشباب، يعني انتم السبب بفنكم الرديء جعلتم الشباب يثور. ماذا تقول مديحة؟ أعترف أن هناك بعض الأعمال الفنية غير الجيدة وإنني شاركت فيها، ولكن هذا لا يسري على كل ما يقدم، وكل مجال فيه الجيد والرديء، وهناك أعمال جيدة قدمناها ونالت رضا الجميع. وهذا الاتهام مرفوض من الأساس لأننا متدينون. شوف لاحظ متدينون صورتها بالبنطلون الجن مع الممثل محمود ياسين. طبعا محمود ياسين لنا معه لقاءات اخرى لانه يعتبر شيخهم وكبيرهم ومفتيهم، مفتي شرعي درس الفقه الاسلامي ودرس المصالح المرسلة وبدأ يفتيهم فتاوي شرعية عند مكتبة اسلامية يفتي للفنانين بالعفن الفني، وهو طبعا اللي يمثل التمثيليات الاسلامية اللي تشاهدونها بالتلفزيون، واقف معاها ورقة غزلية شاعرية بعيون ناعسة. وتقول مديحة كامل، تقول: لأننا متدينون أيضا ونراعي ربنا فيما نقدم، وأنا أصلي وأزكي وأصوم وأحج وأعتكف العشر الأواخر من رمضان وأقرأ معظم ما يقرؤونه من كتب، وأخشى أن أقول أنني في فهمي وتمسكي بالدين أنني متطرفة، ولكني بدون عنف عكس الشباب الذي يقرأ، طبعا تستهزئ، الذي يقرأ هذه الكتب ويتخذها حجة لتكفير المجتمع ولعنه وتحميله كل ما يعانيه في حياته، والدولة مطالبة بأن تحمل لهؤلاء
أن تحل لهؤلاء الشباب مشاكلهم. ثم يقول أكرر سؤالي بصيغة أخرى، أنتم ساهمتم بالعري، الآن الوطن تكون صريحة في سؤالها، أنتم ساهمتم بالعري والقبلات في إشعال نار التطرف عند هذا الشباب المحروم؟ فقالت مديحة كامل: الضرورة الفنية تحكم أي شيء، وأنا أفترض في من يقبلني أمام الكاميرا أنه مثل أخي، وما يدعونه من تعمد العري والتجارة بالجسد كلها افتراءات، لأنها مسألة فنية. يعني إن تعريت فهي مسألة فنية، إن قبلوني فهي مسألة فنية، والممثل هذا مثل أخوي. حنا خبرنا الأخ في الرضاعة لكن مو أخو في القبلة. هذا يعني مذهب جديد وفقه جديد، أخوها في القبلة الفنية. وتقول والتجارة بالجسد كلها افتراءات لأنها مسألة فنية كما قلت، يحكمها السيناريو وما تتطلبه الدراما من صراع، ثم إننا نعمل والعمل عبادة. ما يلام الشباب المصري هناك المتدين عندما ينثور، خاصة عندما يقرأ هذه الكلمات التي يستهزئون بها في الدين؟ إلى أن يقول في سؤاله: ماذا لو عرض عليك أن تكوني عضو بمجلس الشعب المصري؟ قال: هذه مسألة لم أفكر فيها من قبل، وأعتقد أنني لن أفعل، لأن السياسة شيء مزعج ينبغي الحذر منه، والسياسي عمره قصير والفنان عمره طويل، ولكن لو أصبحت عضوا بمجلس الشعب فأطالب بحماية المرأة المصرية من نفسها. انظر، تطالب حماية المرأة المصرية من ماذا؟ ومن عدم استيعابها لحجم المكاسب التي حققتها، ويريد البعض أن يسلبها إياها ويعيدها إلى عصر الحريم. ما هو عصر الحريم عند مديحة كامل؟ اسمع، عصر الحريم حيث النقاب والجلوس في البيت. يعني القرآن الذي يقول: وقرن في بيوتكن، والآية القرآنية: إذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. هذا الحجاب وهذا النقاب عندها يسمى عصر حريم، لو كانت في البرلمان لحرمت هذا ومنعت وأنقذت المرأة المصرية. إلى أن يوجه إليها السؤال عندما قبلها عادل إمام، طبعا في مسرحة، في مسرحية اللي قامت في أسيوط، مسرحية السيد الشغال، جلس عادل إمام في حضنها وبعدين قبلها، وامرأة بحرينية كتبت رسالة إليها وقالت: كيف تسمحين وأنت تدعين العفة والشرف أن يقبلك ويجلس في حضنك؟ قالت: إنني امرأة شريفة ومتزوجة وعندي أولاد، وإن الذي قبلني ليس عادل إمام، إنما السيد شغال الممثل في المسرحية. إن هذا الانفصام العقيدي والديني والخلقي سببه لا شك ما غرسه ذلك العفن الفني في بناتنا وفي أجيالنا. نعم، عندما يسمعون في الليل والنهار، لا أبرئ نفسي ولا أبرئ أحد، كلنا في خطر وكلنا على الهاوية، والحريق مشتعل يمس دارك ويمس داري، وعلينا أن نتضافر وأن نحمل الماء لكي نطفئه، وأن نسعى جميعا بيد واحدة، لأن هذه الأجهزة في بيوتنا أولادنا يجلسون معها أكثر مما يجلسون معنا. أولادنا يذهبون إلى المدارس فيقوم الطلبة والطالبات بالتعبير العملي عما شاهدوه، عما قرأوه، عما سمعوه هناك. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إننا والله في خطر، وإنني أحس بعمق المشكلة وآثارها وأحياها يوميا في مشاكل الناس ومعاناتهم. إننا في خطر من هذا العفن الفني. أيها الأحباب الكرام، لا أطيل عليكم وأختم بهذا العنوان المثير، جريدة الوفد العدد 219 تاريخ 18/11/87،
مفاجأة مثيرة في قضية الممثل حاتم ذو الفخار، تفاصيل ليلة القبض على حاتم تقول جريدة الوهم وهي تلتقي معه. لقد كشفت تحقيقات النيابة وتحريات رجال مكافحة المخدرات عن مفاجآت مثيرة في القضية، أكدت التحريات أن الممثل كان يقوم بتخزين المخدرات في شقته لكبار تجار المخدرات في مقابل تعاطيه الهيروين بالمجان، وكانت مباحث المخدرات قد ألقت القبض على الممثل حاتم ذي الفخار وسعيد جعمه تاجر المخدرات مساء يوم الاثنين الماضي. وهذا حاتم طبعا يعتبرونه ممثل نظيف وممثل لامع وممثل نزيه، تنتهي مأساته ومحاكمته وسجنة المخدرات كما انتهت حياة مادة الخطيب وأصبحت المأساة. العفن الفني هو الآن الذي يساهم في الحفلات المصطنعة حتى حولوا بلدنا هذا أشبه ما يكون بملهى كبير. تصفحوا صفحات الجرائد عروض غنائية وفرق غنائية وفرق راقصة، والآن حفلات رأس السنة كريسمس قادمة علينا، ومن الآن يجهزون الخمور والشموع والحفلات ويتعاقدون مع الفرق الغنائية والراقصة، كلها تتصب في هذا البلد الواضع الآمن. وهذا البلد، هذا البلد بين فكي ثلاثي لا يرحم، أينما التفت شمالا جنوبا شرقا الفك المختلف، ونحن لا نزال نعصي الله. رجال الأمن يلقون على شاحنات تحمل ثلاث كونتيرات نزلت في المينا ومفتش الجمارك ما فتشها لأنه أخذ رشوة، نشرت هذه القبس، كتب أبو خالد في القبس جزاه الله خير، جاءت سفينة من دبي والإمارات محملة بالخمر بقيمة نصف مليون دينار كويتي، ونزلت في المينا وجاءت الشاحنات وحملتها وطلعت من المينا بدون تفتيش، ثم بعد التحقيق أن مفتش الجمارك سبق له حادثتين مثل هاتين حكم بهما، ثم أخرج بعد ذلك وأعيد إلى وظيفته ليقوم بنفس الدور الإجرامي، والذي يهرب الخمر يهرب السلاح ويهرب المخدرات، وآخر استطلاع ميداني لبنات الجامعات والثانويات أن 35% من البنات يدخنون تجارة، والتجارة طريق المخدرات، فإن كانت تشرب سجارة جربت المخدرات لا كيف لا، وهي تشاهد الممثلة بالتلفزيون تشرب السجارة وتشاهدها في الصحيفة تستمتع بنكهتها اللذيذة، والدعايات والإعلانات بل محلات أشرطة الفيديو أكثر أصبحت أكثر من المساجد في العالم العربي، فكيف لا ينحرف بناتنا وأولادنا ونساؤنا. أنا أطرح هذه القضية لأنها خطيرة أيها الأحباب، أصبح الأمر بعد ذلك في رقاب المسؤولين والوجهاء ورجال الإصلاح، بل تتضافر وزارة الأوقاف والشؤون والتربية والتعليم والإعلام والوجهاء والمسؤولون لاستنقاذ ما تبقى من الجيل المسلم، وإلا نحن في تردي وخطر. واليوم الجرائد تنشر جريمة قتل في الجهراء بعد لا يقل من 20 جريمة طعن في التكين، خلال أسبوعين اللي مضوا انشرت الصحف أكثر من 17 جريمة طعن في التكين، من علمهم الطعن في التكاكين؟ العقل الفني، تمثيليات، مسرحيات، جرائم، مسلسلات، والقتيل اليوم تنشره الصحف 17 سنة بالتكين يطعنه حتى الماضي. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك أن ترحمنا وأن تحفظنا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم استر أولادنا وبناتنا، اللهم لا تفضحنا، اللهم لا تسهر بنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا
والآخرة آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في هذا الشريط متسع فيسرنا أن نكمله بهذه المادة من الشريط رقم 7065. أيها الأحباب الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه يحرم ويحلل كما يحرم ويحلل القرآن. كثير من الناس يظن أن الحلال في القرآن فقط وأن الحرام مذكور في القرآن فقط. فقلت له قال رسول الله، قال هذا في القرآن؟ قلت لا مو في القرآن، هذا حديث. قال لا، هذا ما يحلل ولا يحرم، أعطني آية من كتاب الله تذكر هذا. وهذا الذي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن أناسا ورجالا من أمته سيأتون بعده يقولون هذا، وقد تحقق على جميع المستويات. هناك من الزعماء من يقول ذلك، من الحكام من يقول ذلك، نعم يقول بيني وبينكم القرآن، أما البخاري أما مسلم فهذه كتب دراويش احرقوها، فحرق جميع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك من الناس المترفين أصحاب الشهوات عندما يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم فصل تفصيل دقيق في بعض الأمور التي لم يذكرها القرآن وجاء هذا التفصيل فيه تحريم، رفضوا تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اسمعوا هذا الحديث العظيم الذي تنبأ به النبي وأخبر أمته. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك، كلمة يوشك في اللغة العربية هذه تسمى أسلوب المقاربة، يعني عندما يقول الإنسان ويقول يوشك يعني هذا شيء مقرب يصير عن قريب، نعم يوشك. توشك المرأة أن تلد، يعني المرأة في الشهر التاسع ولادتها مريضة، فكلمة يوشك هذه تسمى من أفعال المقاربة، يعني بعد قريب راح يحدث هذا، وفعلا حدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يوشك أن يقعد الرجل منكم يعني من أمته على أريكته، على أريكته يعني على الكرسي أو على القنفة أو على كرسي الجام أو كرسي المنصب أو على الديوانية، المكان اللي يضرب فيه أمام الناس ويقابل فيه الناس. يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه. ماذا تعقيب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اسمع: وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. هذا هو التعقيب حق هذا الإنسان الذي يقول عنه حرام، الله هو الذي قال هذا حرام، لأنه ما يأتي بتشريع من وإنما هو يتكلم عن الله رب العالمين، له مرسل وهو الله سبحانه وتعالى، جبرائيل رسول له مرسل وهو الله سبحانه وتعالى، نعم. لهذا الله سبحانه وتعالى قال إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم الذي هو جبريل عليه السلام الذي أرسله الله بهذا القول، وكذلك محمد رسول كريم لأن الله أرسله بهذا القول عليه الصلاة والسلام. وبعد هذه المقدمة وتقرير هذه الحقيقة وتأكيد هذه الحقيقة أن محمدا صلى الله عليه وسلم حرم أمورا لم تذكر في القرآن
وفصل أمورا نحن نطيعه فيها لم تذكر في القرآن. علمنا عدد الصلوات ولم تذكر في القرآن. الله قال أقيموا الصلاة، لكن كم؟ ما عدد ركعات الفجر؟ ما عدد ركعات الظهر؟ ما عدد ركعات العشاء؟ محمد علمنا صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قال وأذن في الناس بالحج، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا التفصيل كله في الحديث، لم يذكر في القرآن منه شيء. فلهذا ننتبه أيها السامعون من أن نقع في هذا الخطر العظيم الذي يقع فيه بعض الناس اليوم. إذا قلت له قال صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث صحيح ويحتج به رده، وهنا تكون الخطورة العظيمة. فالذي يرد الحديث الصحيح ويجعل القرآن بينه وبين الناس فقط لا غير، استمع ماذا يقول الله عنه في القرآن العظيم. أيها الأحباب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن طاعة الله مرتبطة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يعني اللي تولى عن حديثك ويلاقيه ظهره ولا يلاقيه جنبه ويجبر عنه ما يحفظ أحد، حتى النبي ما يحفظه. أي نعم، حتى النبي ما يحفظه. خلاص تبدأ طارده الشياطين وطارده الجن، شياطين الإنس والجن إلى أن يسلم والعياذ بالله. ويقول سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. شفتوا كيف؟ وبعدين الكلمة نفسها هذه فيها تطوير. ما هو التطوير؟ يقول من يشاقق الرسول. ما معنى يشاقق؟ يعني هو يروح بجد والرسول بجد، هو بشعيب والرسول بشعيب، هو بجانب والرسول بجانب. وين يلتقي وياه؟ إذا الرسول على جبل وأنت على جبل وبينكم شعيب، شلون توصله؟ ما توصله. لهذا كن مع صدق الرسول صلى الله عليه وسلم تحشر معه يوم القيامة، لا تروح الشق الثاني. نعم الشق الثاني فيه خطر، فيه ذئاب، فيه سباع، فيه عقارب وفيه حيات، والأمن مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحرسه الملائكة ويحرسه الله سبحانه وتعالى. فلهذا الآية فيها تعبير ومن يشاقق، يعني يروح بشخص والرسول بشخص، ما ينتقون. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن المؤمنين لهم سبيل، كل من يعرفه لهم كنف معين، أشكالهم، ألوانهم، كلامهم، جلوسهم، دوامياتهم، وربعهم، وأكلهم، وشربهم، ومزحهم، معروف مو مجهول، عيش معاهم وتعرفه. أما أنك تروح مع شياطين الإنس وشياطين الجن وبعدين تبي يوم القيامة تحشر مع المؤمنين، ما تحشر معهم. نعم، لهذا الله سبحانه وتعالى يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين. ماذا نفعل به؟ نوله ما تولى، نخلي اللي راح له هو وليه والعياذ بالله، ونوكله إليه ويحشر معه يوم القيامة. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول سبحانه أيضا كل هذه الآيات تخدم الموضوع الأول في الحديث الأول الذي ذكرناه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكلمة الفتنة إذا جاءت في القرآن يراد بها الفتنة في الدين، الفتنة في الدين يعني يصبح مسلم ويمشي كافر، ينام مسلم ويصبح يكره الدين والصلاة. والحين احنا بفضل ربي
مقبلين على سهر تصفد فيه الشياطين وتربط فيه السلاسل الملائكة تربطها. فهذه فرصة للإنسان اللي يشرب خمر يتوب، واللي يزني يتوب، واللي ياكل ربا يتوب، واللي يقطع الرحم يتوب، واللي يفعل كبائر. هذه فرصة ما تعوض، الله سبحانه وتعالى رحمنا فيها من عام لعام تأتينا. فلهذا ننتهز هذه الفرصة بحيث يعني انت لا شفت العدو اللي انت تحارب معاه في المعركة وضربت بالسيف وطاح لكن ما مات، تخليه لا خلص عليه. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في كتابه الكريم بأن يدخل في الأرض، وهذا هو الآن شهر رمضان مثل ضربة السيف على الشياطين والعياذ بالله. الشيطان دايخ، الشيطان مربط، الشيطان مقهور، الشيطان خاسر. فأنت الآن شد عليه بالذكر والطاعة والعبادة والصلاة والعمرة والاستغفار والإخلاص والصدق، واضبط لسانك واضبط جيبك واضبط أعمالك كلها. فإذا خلص رمضان وانزلت في الشياطين مرة ثانية يقولك قوي مثل اللي داخل دورة تدريبية. الحين المجندين ليه ما ياخذونهم سيدا من الشارع إلى الحرب؟ لا، خلونهم أول يدربونهم ويجوعونهم ويركبونهم في الشمس ويخوضون في الطين حتى إذا جاء الحرب ولا الجهاد كانوا أشداء أقوياء. فأنت تدريبك في الشهر هذا، الشهر العظيم، قيام وتراويح وصيام وذكر وطاعة. فإذا مروا انهدت الشياطين يوك الشياطين يركضون، ولا أنت بطل. من تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، فرت منك كما تفر من عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم يا إخوان، هي رحمة من الله سبحانه وتعالى، رحمة. فلهذا الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وهنا دخل معانا النساء دخلهم مع الرجال حتى لا تكون الرجال معنيين فيه مختصين فيه، احنا ما لنا كيف نفعل على كيف. ويقول وما كان